هالبلاطو شنو فيه؟ واحد القرعة مقرضها هكذا، هذه يمكن نستعملوها ولا لا؟ على حسب اتساع ديال الطاجين. والقرعة الحمراء، واحد طريف ديال اللحم، البصلة هكذا، وشوية ديال دوك الميتشات. تبع مزيان لا غوسيط. إذن أول حاجة هانت شوف، كنديرو زيت البلدية هنا هي الأولى. هاد البصلة هادي هكذا، الملحة والإبزار والخرقوم بلدي، ودابا غنجيب هاد القرعة ديالنا نحطها بهذا ديالها الغلاف ديالها القشور، مغسول مزيان داكشي. وغنجيبو طريف اللحم هنا، عندك دير اللحم هكا راه ما يطيبش. لا هكذا هكذا، فهمتي؟ هو كيمكن لك دير هكذا، ولكن اللهم هكذا. شوف متبع مزيان. دابا هذيك القرعة نديروها في الجنيبات. دابا فوق ديك القرعة غادي نديرو القرفة. هذه القرفة، وعاوتاني فوق الطاجين كنديرو الإبزار. إذن الإبزار والخرقوم، ودابا انتباه انتباه، غادي نديرو واحد المعلقة د العسل، غادي ندورها فوق ديك القرعة. درنا القرفة، دابا خص العسل. مزيان هكذا، تهلاو في العسل هنايا باش يجي هادشي كما يجب. بلاتي واخا نزيد واحد شوية، واحد القضية غادي نستعملها أيضا، ولكن بشرط ما تقولوها لتا واحد. غادي نزيد واحد السكارة هنا، هادي ما تقل تا واحد، هادي غير بيناتنا. وهادي هنا، وهادي مثلا هنا، ولكن باش ما يعيق تا واحد غادي نغطيوها هكذا بلاتي ديرها لتحت. بقات باينه ولاتي انا عبرت عليها هكذا. يا سلام، هذا السكيكيرات هادو باش كيزيدو في سميتو، حيت اوتخومون كيخص العسل بلا قياس بزاف باش يلا يجيبني. دونك حنا درنا يعني كميه مهمه من العسل، واحد ثلاثه السكيكيرات شي بس ما كان. واللي بغى يدير العسل بوحدو يزيد قدر ديك معلقه اخرى، دونك كيخص تري بيان. في هذه المرحله هذه ها شنو غنديروا؟ ودابا ناخذ ديك مطيشه نقسمها على جوج، ديك المطيشات الصغار فهمتيني، غنديروها فوق الطاجين هكذا. شنو بقى دابا؟ هذه فينا المقرعة ما نحتاجوهاش، نخليوها لشي مشروع قادم. ان شاء الله. هذا فهمتيني لي غيزان سيك مغسولين مزيان، غادي نديرهم ها كيفاش. ايوا دابا كيخصنا واحد لاكوش اخرى د البصله من الفوق فهمتيني، دونك برانسيب منظرها هو زوين، ولكن كيخص البصله من الفوق باش غادي تكمل اللذه ديال الطاجين. ها البصله غادي نديروها هكايا من فوق الطاجين، وها المنظر كي جا، شتي هادشي كيطلع المورال. الحمد لله، شتي، ولكن مازال ما ساليناش، صبرا صبرا. ها شنو باقي خاص؟ هذاك الحامض المصير بالطريقة الحقيقية اللي كتكون الحموضة ديالو قليلة شوية، يعني علاش؟ حيت في الترقاد ديالو مدة طويلة دازت باش عاد ولا في هاد الجودة هادي، شتي. غادي نديرو هذا إذن أولا، ومن بعد غادي نزيدو هذا القزبر المعدنوس. لا هذا غير معدنوس وقيل، هذا ياك المعدنوس. يلا إذن كنزيدو قلنا هذاك الحامض المصير من الفوق مزيان، شتي. ها لو طابلو بدا كياه، بدا كيكمل حسن جدا. دابا شنو غنديرو؟ غادي نزيدو الربيع من الفوق،
شتي هكذا يا سلام. ونتأملوا شويه في هذا المنظر قبل ما نديوه يطيب. ودابا غادي نزيدو واحد مطيشه هنا هكذا. شتي كيفاش؟ دابا عاوتاني واحد شويه ديال البزار من الفوق، وكذلك عاوتاني شويه ديال الخرقوم البلدي، واحد شويه ديال الملح عاوتاني حسب الذوق. فوالا، دابا هذا قضيه لي مهمه، ممنوع اضافه الماء، الماء ما غيتزادش في الطاجين نهائيا، كاين البصله ما يكفي. اذا غادي نديروه غير خص العافيه تكون مهيله وصافي. حسن جدا. ايوا من بعد نرجعو نشوفو الشكل النهائي. يلا، حاجه بقات هذاك الزعفران شعره، الزعفران الحر، ها هو نقيت هذا الماء، هذا الماء هذا شي غير شويه باش يطلق. شتي هكذا. ايوا دابا نديوه يطيب ونستعدو نصبرو شويه حيت غيطيب على المهل كيخصو وقت. اذا دابا قلنا غادي نطيب الطاجين ديالنا يطيب. ايوا على ما يطيب الطاجين ديالنا غنجيو نشوفو هاد لا بلون دانتيريور المجانيه، حيت دابا كاين اللي كيبغي لي بلون دانتيريور يديرهم في الدار ولا في الشقه ولا هذا، ولكن غالي داكشي. إذن بلون دانتيريور فابور، هادي باربا ملي كتكون مثلا شي باربا شريتيها مضروبة ولا شي حاجة، هانت هادي شريت مضروبة الباربا كانت، كديرها في الماء هنا شتي هكدا، أو نو تخبو إلا بغيتي هدا باش كيجي المنظر، هانت شوف شتي كومسا، هانت ولات عندك بلون دانتيريور، يعني ديرها في الدار. وحاجة أخرى مهمة جدا أن هاد الوراق ديال الباربا هادو مفيدين للصحة، وكيتكالو كيدارو في شي مسائل، يعني يمكن مع الشلاضه ولا شي حاجه، المهم كيقولوا بانهم مفيدين للصحه. وعلى كل حال كيبقى على ان سيت في بلون دانتيريور رائعه. واخا ونشوفو نشوفوا دابا الطاجين ديالنا في نص. يلا هذا الطاجين ديالنا بجد واحد الريحه رائعه، يعني اللذه ما نتذكروش. الطاجين بالقرعه الحمراء والخضراء، ها شو كيطيب هادشي مزيان، ها انت شوف الحيمة تاهي طابت مزيان. وتحية عالية إلى جميع الأصدقاء الأعزاء الشرفاء النزهاء.